ورجعنا مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. وخرجت حكومة الجنزوري للنور بعد يعني ولادة متعسرة كبيرة جدا، سواء اتفقنا او كان اسمها حكومة انقاذ او حكومة انتقالية او حكومة مؤقتة، سواء اتفقنا او اختلفنا عليها، فهي ليها العديد من المهام او عندها العديد من المهام، منها عودة الامن للشارع المصري، منها دفع عجلة الانتاج والاقتصاد للامام الفترة اللي جاية. من النقطة دي بدأ بالتحديد اختيار اللواء محمد إبراهيم يوسف وهو وزير للداخلية، هو أول وزير يأتي من خارج مباحث أمن الدولة. تميز منذ بداية عمله في مديرية أمن القاهرة لحد ما أصبح وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، اتوصف الحقيقة بأوصاف كتير جدا كلها فيها مديح. قال بصراحة على لسانه هو ان هو هيحصل حوار بينه وبين كل المعتصمين، مش هيبقى فيه جاب او مش هيبقى قاعد في برج عالي. اتقال كمان على لسانه انه مش هيستخدم القنابل المثيرة للدموع، مش هيستخدم اي وسائل عنف ضد اي معتصم موجود في اي مكان، مش هيمس اي كرامة مواطن بكلمة. قال كمان انه هيطبق اجراءات وقائية تؤدي لشعور المواطنين بالامن والامان، وهو ده اللي احنا محتاجينه الحقيقة الفترة اللي جاية. هيقوم بتأمين الانتخابات في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة، هيعمل على إعادة ثقة المواطنين بالشرطة، دي حاجة مهمة جدا. هيقوم بتأمين الانتخابات زي ما قلت لحضراتكم، في حاجات كتير جدا كلها على لسان اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الجديد، كلها بنأمل إنها تتحقق. هنعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، اللواء الدكتور علاء بزيد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. عايزين نفهم اكتر ونعرف اكتر ونتعرف اكتر عن شخصية وزير الداخلية الجديد. هو اللواء محمد ابراهيم يوسف خدم مصر من خلال وزارة الداخلية ما يقرب من حوالي 38 سنة. بداية حياته كان في اسم قصر النيل، الى حد رئيس مباحث اسم قصر النيل، ثم مفتش مباحث في القاهرة، وكيل مباحث القاهرة، ومدير مباحث الشرقية، ومدير امن الجيزة، وعملت معاه انا في الجيزة. ثم بعد كده راح وكيل الامن العام، فمدير امن هنا، فمدير امن اسيوط، ورجع مدير امن الجيزه وشرفته بالعمل معه مره اخرى. وبعد كده راح السجون، وبعد السجون الامن الاقتصادي. ويعني ولا نزكيه على الله، رجل امن ورجل امن عام الطراز الاول، ويعني فعلا ورجل شارع وبيتفاعل مع الجماهير. وكثير من المشاكل اللي تعرضنا لها كان فعلا حلولها جذرية وقتية وحالة وفي الشارع. يعني كنا دايما، هو كان سياسته ان ما فيش اي ضابط بيقعد في المكتب، كل سياسته في الشارع دايما. وكنا في، انا شرفت بالعمل معه في وانا في مباحث الجيزة، كان هو مدير المباحث سنة 95، وكنا كلنا ليل ونهار في الشارع. وبعد كده حتى لما رجع كنت انا مفتش فرقه الغرب، وهو كان سيادته مدير امن الجيزه، كنا دايما في الشارع برضه. فهو بيحب يتفاعل مع الجماهير ويعرف مشاكلهم بنفسه، وراجل بسيط جدا جدا، وراجل امن امن يعني، يعني بيقدر فعلا المشكله يحب يحلها في مكانها. أكيد. في مكانها. وهو يعني ان شاء الله بنامل ان شاء الله يعني هتعدي هذه المرحله على خير على ايده وعلى رجال الشرطه الاوفياء الشرفاء ان شاء الله باذن الله. ده خلينا نسال حضرتك انه او ننقل لك شعور بعض الناس. في ناس شايفه انه اختيار وزير داخليه له سابقه اثناء خدمته كمدير امن الجيزه، وقت ما كان في حوالي 3000 لاجئ سوداني بميدان مصطفى محمود، واتفض الاعتصام بتاعهم او اللجوء بتاعهم في ميدان مصطفى محمود بالقوه، وسقط ساعتها 27 ضحية واتصاب 76 من قوات الامن بتدخلهم طبعا بالقوه. الناس شايفه انه ده ممكن يتكرر تاني مع الناس في وجود اعتصامات زي اللي بنشوفها الفتره اللي فاتت، رد حضرتك ايه على الموضوع ده؟ او بيؤخذ على هذا المشوار يعني؟ والله انا ليا تحفظ على كلمه انه ليه سابقه، لان الراجل ده يعني راجل وطني جدا، وراجل محترم جدا، وراجل فعلا رجل امن. الواقعه دي بتاعه المهندسين وبتاعه جامع مصطفى محمود انا حضرتها بنفسي، لانه كنت بعمل معاه في الجيزه وتعاملنا معاهم. الواقعه دي كانت بتمثل تعدي على هيبه الدوله. يعني انا اقول لحضرتك، لو في حد جه في بيتك وقعد واحتل البيت وحاولت تديله انذارات وما امكنش، بتضطر تلجأ للسلطات، والسلطات بتقوم باتخاذ اجراء. اللي حصل ان احنا عرضنا عليهم حلول كتيره جدا، منهم ان احنا يعني انا شخصيا تفاوضت مع الناس دي،
وكنت يعني لا يعني بالصدفة كنت شريك في هذه المأمورية ان احنا حتى هنفضلهم مدينة جامعية ويقعدوا فيها، هنوفر لهم كل سبل الراحة، اي شيء هم عايزين اي طلباتهم نرفعها من خلال القنوات الشرعية. لكن هم اصروا على استعمال اسلوب كان اسلوب فيه يعني تعدي على هيبة وسلطة الدولة. لكن ما كانش في حلول اخرى لفض الاعتصام ده؟ عرضنا كل الحلول. ما هو الحلول اللي هقول لحضرتك، ما الحلول بتبدا بالتفاوض صح؟ طبيعي. حصل تفاوض على اعلى مستوى وعلى ادنى مستوى، ووسائط كمان بيننا وبينهم على اساس انه يفضوا الاعتصام، لكن اصروا ان هو طبعا بيسوء لمصر، لان يعني هيبه الدوله ما ينفعش اي دوله في الدنيا تقبل لنفسها كده. بدانا نشوف بقى المناظر اللي شفتوها والغسيل اللي بتنشر والحاجات، ومدام مصطفى محمود وقفلوه واخد بالك بقى. فالمهم تحاولنا يعني، هم لو انتوا عايزين حتى تقيموا نستضيفكم لحد ما وصلنا وعرضنا عليهم فنادق واخد بالك بقى، ورفضوا، لازم مصرين على هذا. فطبعا ده يممثل يعني. وبعدين احنا يعني لما بنيجي حتى يعني معلش انا اسمح لي اقول ان برضو الشرطه بتتحمل تبعات اي نظام يعني، هو طبعا بيعرض الامر على الوزير، والوزير اللي بيدي الامر في النهايه يعني. احنا استنفذنا كل الطرق معه، وكانت التعامل كان من الوزير شخصيا يعني بيدي امر بالتعامل، فما كان احنا كلنا موجهين، لان احنا كلنا موظفين عموميين لا نملك لنا قرار، احنا بنتفاوض وبعدين بنوصل. وما ادناش مش يعني مش يعني مش عايز اقول ان هو حد يعني طلب التعدي او لا، لكن احنا كنا فعلا في حال الدفاع عن النفس يعني. يعني انتوا شفتوا او تذكر هذه الواقعه ان حصل تعامل منهم هم الاول. صفحه 76 حصل التعامل منهم هم واصيبت قوات شرطه. فزي ما تقول انت احنا دايما بنبقى اخر حاجه، اخر حاجه ان احنا ان الشرطي او رجل الشرطه يستخدم القوه. يعني فعلا بتبقى دي تعليمات ضبط النفس، لان نحتوي اي موقف بكده، مش اي حاجه بننزل بنرفع العصايه، لا لا يمكن. بالظبط. وهو ده اللي هيخلينا بقى نروح لدلوقتي. طبعا الظروف غير الظروف، والبلد غير البلد، البلد اللي سبناها في 2005 غير البلد احنا فيها في 2011، ملفات واهم الملفات. طب اسمح لي بس اضيف نقطه على ديت، عشان برضو في انا قريت بعض الكلام برضو على السيد وزير الداخليه على هذه الواقعه ولا لا؟ برضو مرتبطه بيها، برضو هي مرتبطه بيها، انه هو اصله كان مساعد لحبيب العدل وزير الداخليه السابق، وده يعتبر من النظام السابق. اللي انا عايز اقوله برضو ان الوحيد اللي هو ما مدلوش اللي هو محمد ابراهيم، ما مدلوش بعد سن الستين. ده يدل على ايه؟ انما هو كان عمله مساعد وزير، كان راجل فعلا. كان احنا نفسنا كظباط صغيرين وظباط كبار كله كنا بنرشحه يبقى وزير داخليه الحقيقه. وعشان كده يعني هو ما مدلوش وما كملش يعني هو الراجل يعني بيقول اصل مساعد. طب هو مساعد وزير، مساعد وزير الداخليه، مساعد لحبيب العدل، فده بتؤخذ عليه. لا هو ملوش دعوه بهذا بدليل اللي هو الوحيد اللي مع كفاءته ومع ومع حكمته ومع عمله ما تمدلوش. هو بيقارن ب او يعني يمكن اللي عاشوا او عهدوا السبعينيات واخر السبعينيات تحديدا، بيقارن ب سياده اللواء احمد رشدي وزير الداخليه السابق. بص انا عايز اقول لك حاجه، اي قال ان هو نفس قيادات تيجي فعلا من امن الدوله مع يعني مع احترامي ما بسقش لحد، لكن بيبقى رجل نظام فقط امن سياسي، فبالتالي بيحول الشرطه الى الامن السياسي، بيكرس جهودها للامن السياسي. لكن بتاع الامن العام حاسس بالناس وعارف مشاكلهم وعايش في وسطهم، فهو ده دور الشرطه الاساسي، هو الامن العام وليس الامن السياسي. الامن السياسي له طرق كتيره قوي لحمايته. سياده اللواء، عمليا دلوقتي احنا بنعيش فتره معظمها فيها اعتصامات ومظاهرات طول الوقت. ايه بقى خطه سياده اللواء سياده الوزير في فض الاعتصامات الموجوده؟ يعني حضرتك بتقول ان احنا ابتدينا بطرق كتير جدا لفض اللجوء اللي كان السوداني اللي كان موجود بميدان مصطفى محمود، ولجأنا في الاخر للقوه والعنف. على لسان وزير الداخليه ان هو لن يلجأ للعنف، يعني لن يلجأ للقنابل المسيله للدموع، التحاور وال ممكن نعرف بقى ايه الخطه كده؟ قبل ما اقول لك الخطه نشوف يعني ايه الجذور. يعني هو الطبيب الذكي ما بيتعرض عليه حاله ما بيشخصش المرض، لازم يعرف جذور المرض عشان يدي العلاج الصحيح ليها. احنا متفقين تماما ان في قوى خارجيه بتستهدف مصر. احنا مش هتكلم في نظريه المؤامره وغيره وان في خيانه او خونه، ما بتكلمش في كده، لكن بالتاكيد احنا الشرطه لها عدوين، عدو خارجي وعدو داخلي. العدو الخارجي هي المؤامرات التي تحاك بمصر، ودي معروفه من اي جهه، مش هحدد ان جهه،
ومن الداخلي البلطجيه. البلطجيه المناخ المناسب لعملهم هو الانفلات الامني، فبالتالي فهم حريصين عليه ان يكون في انفلات امني. فالشرطه بتواجه عدوين، دول العدوين دول بيقصدوا ايه؟ بيقصدوا النيل من هيبه الدوله. الدوله معروفه ان الدوله هي مجتمع منظم له سلطه ولها سياده، له سلطه، لها سياده على الافراد، ولديها من الادوات ما تجبرهم على احترام احكام القانون وتحقيق هيبتها. طب احنا هي الشرطه دي هي الادوات. احنا بس عشان نخش في صلب الموضوع، ما انا بديلك البدايه ايه، عشان هو احنا فاحنا قدامنا فالملفات اللي بتدرسها الوزاره دلوقتي فيها في ملف خارجي وملف داخلي. ملف داخلي الخاص اللي الناس عايزه تعرفه اللي هي بتاعه البلطجه، انا بعد وانا بعيد عن الشرطه ومش مسؤول، لكن انا عارف كفاءه وقدرات هذا الرجل ومساعديه ان خلال فتره وجيزه جدا 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 ان شاء الله هتحس بالامن وهيكون في امن وفي استقرار. لو تلاحظوا خلال احنا ما عداش 48 ساعه ليها وامشوا في الشوارع دلوقتي، انا جاي وكسر. دلوقتي شايف الكورنيش وشايف الاكتوبر وشوف ايه اللي عليه دلوقتي غير الاول خالص في ظرف ما عداش 8، لان بتستنفر الشرطه باحساس كمان. وده انا كان عندي يا فندم ما تعيش تعليق على الحته دي، دايما يقول لك الغربال الجديد له شده. لا لا لا، هو مش الغربال دايما. ده مش اصل هو مش غربال جديد، اول ما يمسك وزير تلاقيه اول يومين ثلاثه الشرطه في كل حته. الراجل ده يعني انا مش عايز اقول كلام يتحسب ان انا مش بجامله، انا بقول حقيقه يحسبنا عليها ربنا سبحانه وتعالى. الراجل ده بطبعه فدائي، فدائي للمواطن، خد بالك، فدائي يعني بيعمل اي شيء ويعرض نفسه لاي شيء في سبيل خدمه المواطن وليس الضابط، واخد بالك، وبيسخر جميع اجهزه الشرطه لعملها الاساسي اللي هو خدمه الشعب وخدمه النظام. من هو النظام؟ مش راس النظام، لا، نظام الامن، نظام الدوله. فهو ده طبعه، ده طبعه. وكان دايما فعلا يعني انا اقول لك بصراحه احنا كنا بنتعب جدا معاه، لان كنا طول النهار في الشوارع. يعني بينزل من بيته كان 7 الصبح، نفضل يعني من لحد يعني لو دخل المكتبه كان بيخش الساعه 2 ايام ما كان مدير امن الجيزه واحنا بنعمل معاه، فكنا كلنا بنبقى منهكين بصراحه. بجد الله يكون في عونه. هو طبعه كده وبيحب الشغل جدا وبيحب الناس جدا ومن الناس وانسان بسيط جدا. انت هتجده، وانا بقول لك الكلام ده، في اي مكان هتلاقيه موجود. بص حضرتك في اي شارع هتلاقيه. عايز اقول لحضرتك انه ده كله هيبان من وجوده جوه على الكرسي. مش جديد، لا. أنا قصدي هو راجل فاضل، وهو راجل بيعشق العمل ويعشق الناس، فبالتالي هتلاقيه في وسط الناس، هتلاقيه بدون حراسه، هو طبعه كده. ده كله هنشوفه الفتره الجايه يا استاذ يا سياده اللواء.